كل شيء، جمعيتي ذيك حاجة أجور، معناها واحد يقوم بها يصبح بها يتبعها، شنية الأخبار الجديدة، شنية اللي صاير في التراجي، شنية اللي تبدل شنية ما تبدلش. التراجي تعني لي بارشة حاجة. اهلا، صباح الخير. شنو الحمد لله لاباس. الحمد لله. فيديوهاتك ضربوا هذولي. جا ربي. صورناهم في الصور. اي. جاب ربي ماك الشيء القبيل نصور فيك. اي والله اي. طار سبونتاني. ربي سبحانه. الحمد لله. احنا كل ماتش مستانسين هكا. اي. هنا رخوا هما لهنا رخوا وقت فما ذلك كونتراتات للتوار. مايو لهنا ذولي انا وقت اللي تحت وقمت وعاود لا هاي تو تحت لهنا تفيق الجمهور كيفاش تروح من قرديان بعد غد؟ المهم كالعاده ان شاء الله نطلع ونتفرجوا بالله والله كالعاده كالعاده خويا ورجع معايا كالعاده فيراج بيلوز نطلع اي خويا ان شاء الله قدر ما نرتاح ولا ما يبات في باب السويقه ان شاء الله تو لو جي تروح بعد غد فما سونس دوست نمشوا هاي يا خويا هاي برا كادري في الشبكة الصغيرة توا بالريمة شبار توا عميمو يتريبل بالبيكيات الصغار عرفتهم أيه. يلعب كواس البص عادي وبعد في كادري في الشبكة توا شكشوكة شكشوكة ولعبها بالليل سلام سلام اخي شمال انا بس عليك الحمد لله خليل يلزمكم بصراحة دوبليش البطولة والكوب باش تنسيونا في الشامبيونز ليغ راهي ساوية برجولية يا بالرسمي ان شاء الله بابا ان شاء الله فرحان برشا برشا خاطر باش نقابل جوارات معناها صحيح نمشي للستاد وصحيح كل شيء لكن ما واتتش الفرصة الحقيقة باش نقابلهم ونسلم عليهم كيف ما اليوم ونحكي معاهم ونحكي مني ليهم وكل شيء فمعناها نحب ان ما نحبش بالبطاقه نحبوا كيما ايها كيما الشعب كيما جمهور الترجي كله معناها نقص مثلا بيلوز والا فيراج وندخل مع فيراج الترجي ونغني ونشجع الدقيقه 90 اقوى صوت عندي بصوتيات يوصل للجوارات ونحاول نشجع وندزوا مع الجوارات جمعيتنا لاخر نفس معناها والله عندي زوز ولا ثلاثة أولاد أصحابي هذوكم هما اللي يجيوني ويهزوني ولهين معناها احنا أصحاب برشا معناها ثلاثة أصحاب هيثم هذا صاحبي وعندي صاحبي واحد آخر اسمه سمير وصاحبي واحد آخر اسمه أنيس من الحمامات هذاما ثلاثة معناها أون كونتاك ديما مع بعضنا في الماتشوات وإلا في التساكر وإلا في كل شيء ماتشوات اللي معناها في رادس جمهور المكشخة هون تولي يفوت قدرة ربي ديما موجود معنا زمنا نكونوا ديما يد واحدة مع الجمعية قدرة ربي سوى إن شاء الله ديما رابحة خاسرة ديما صوت واحد مع الجمعية إن شاء الله كل شيء جمعيتي ذيك حاجة أجور معناها واحد يقوم بها يصبح بها يتبعها شنية الأخبار الجديدة شنية اللي صاير في التراجي شنية اللي تبدل شنية اللي ما تبدلش التراجي تعني لي بارشة حاجة